هل المرض ابتلاء؟ نعم ابتلاء. أي شيء يصيب الإنسان حتى ولو شوكة، حتى ولو شوكة يعني شاكته، فهذا ابتلاء. وعاوز أقول لحضرتك حاجة عشان نبقى متفقين من البداية، لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. لا استنى هنا، استنى هتخوفنا كده. خلي بالك من التفصيل ده بقى حضرتك. البلاء، البلاء أو الابتلاء له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب بسرعة كده قبل الأذان إن شاء الله، باقي تقريبا حوالي دقيقتين الأذان إن شاء الله عز وجل. أرجو ابتداء أول ما تسمعه تقوم تصلي، لأن ده برضو سبب من الأسباب بفضل الله تبارك وتعالى اللي هتدفعك إن شاء الله لتحصيل خشوع، ودي جتني يعني الآن خاطرة. فبقول الابتلاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى خلي بال حضرتك للتمحيص، والمرتبة الثانية للتطهير، والمرتبة الثالثة لرفع الدرجة. الله الله الله. تاني يبقى أول ما يجي لك ابتلاء، مرض، الولد سقط، الولد مرض، الزوجة مزعلك، الزوج مزعلك، التجارة خسرت، أي ابتلاء، أي بلاء، تمحيص. تمحيص يعني اختبار، ها هتثبت على الطريق ولا هتهجر الطريق وهتبعد عن الله جل وعلا؟ لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى أما ربنا يبتلك بمرض، ها ابتلاء اختبار تمحيص، هتقول الحمد لله لطالما مننت علي بالعافية، شكرا لك يا إلهي لطالما مننت علي بالعافية. يبقى جميل لتمحيص، يبقى ده أول مرتبة. طيب ظل البلاء موجودا بعد مرتبة التمحيص وأنا صابر وثابت ولا أتقهقر ولا أتكعكع ولا أتخلف أبدا عن طريق الله، لكن لا زال البلاء قائما، لسه المرض موجود، خلي بالك هتنتقل للمرتبة الثانية. أراد الله أن يرقيك للمرتبة الثانية ألا وهي مرتبة التطهير. يبقى الابتلاء إذا محصت به وثبت ربنا طهرك به، يا سلام، يطهرك حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى ده تطهير من رحمة الله جل وعلا. أبشر بقى أيها المبتلى. طب المرتبة الثالثة، لا زال البلاء موجودا، أنا محصت وطهرت، يبقى لسه مرتبة ثالثة. لأن هو ربنا ابتلى النبي ليمحصه؟ لا، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره؟ لا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما ابتلاه ليه؟ بل أشد الناس ابتلان الأنبياء، ليرفع درجته. فإن صبرت بعد التمحيص وبعد التطهير فلك نصيب من درجة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم.